We have 104 children, about 80 Syrian and 24 Lebanese children. In the first day, we have some problems between the children, between Syrian and Lebanese children, about their playing together and how they deal with each other. Even in the first day, they didn't like to march together, Syrian and Lebanese. As you see, and this day, the last day of the colony, we have no problems between the children. They try to play together and love each other more. وانه انا هدفي كان بالمشروع انه اجمع السوري مع اللبناني. كان في تخوف من الطرف اللبناني انه يجتمع بالسوري، واللبناني عنده خوف انه السوري جاي ياخذ ارضه. كسرنا حاجز الخوف، في حاجز خوف كان بين الطرفين كسرناه، واعطيناهم اطمئنان انه احنا مو قاعدين ببلدهم على طول، بس لتنتهي ازمتنا بدنا نرجع. الشيء المهم بهالنشاط انه عمل شوي تقارب، يعني كان فسحة انه الناس يعبروا فيها عن انزعاجهم، ان كان اللبنانيين عبروا شو اللي كانوا مزعوجين فيه من السوريين، او السوريين عبروا عن التحسس من اللبنانية تجاههم. بالنهاية نحن بشر من بيئات مختلفة، إذا ما بدنا نقبل الثاني كيف بده حدا تاني يقبل فينا؟ بالنسبة أنا أكيد إنه هالنشاط يعني يمكن كسر شوي الحواجز، بس مش كافي، بده شيء يضل إنه بشكل دوري بشكل مستمر يكون في لقاءات من هالنوع. والحقيقة إنه نحن الشعب اللبناني والشعب السوري في أخوة منذ مئات السنين. تذكر سنة 76-77 أنا بالأحداث اللبنانية تركت لبنان لأسباب أمنية ورحت أنا وعائلتي على سوريا على الشام، قعدنا شي شهرين. بهالفترة هيدي الحقيقة حسيت إنه عايش ببلدي، بتمنى انه تعيشوا هون باقل ما يكون من المعاناه، واهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله قريبا وقريبا جدا بترجعوا لضياعكم ولمدنكم ولبيوتكم ولبلادكم، واهلا وسهلا فيكم.